حكم الغدر تفرج جناحات السلام مغضوب عليه، حكم الغدر تفرج جناحات السلام والتوسط نور السفر زي نجمة في قلب الظلام. وحدك ياما البحر وحدك مجال في النهار بتنادي ليل شمس المغرب بوابة الليل الطويل شباك فاتح للغمر. دوري يا زمان قرب الرحيل لغير مكان، خطوة في نص الطريق مجهولة خطوات الأمان، نجمة بتلوح في البعيد وتغيب وسط سحبة دخان. يا دنيا دوري دوري يا زمان، يا دنيا دوري دوري يا زمان قرب الرحيل لغير مكان، خطوة في الطريق مجهولة خطوات الأمال، نجمة بتلوح في البعيد رغب وسط سحبة دخان. يا دنيا دوري دوري يا زمان، يا دنيا دوري دوري يا زمان، يا دنيا دوري دوري يا زمان، يا دنيا دوري دوري يا زمان. السواد والرمان، سبت السواد والرمان. يا جماعة يا جماعة الواد ما عنده عوجة، ما تحاول لنا غارة ساكت. علي الليلة يا ولدي اللي دشدشة واتكسرت كرة علي. آمنة ما تعمل لنا فضايح في المستشفى، الواد ما عنده عوجة. يا جماعة ما في حاجة، يجبسوه وحيودوه العسل بعدين. انتوا شفتي؟ شفتي شديد 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 يا رشا؟ شفتي بعينك شديد يا رشا؟ كويس والله يا خالد. خالد 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 خالد، ان شاء الله ما في عوجه. لا يا خالد بقول لك شنو؟ ما عارف الوداني شنو ذاتي، ما عارف انا ذاتي الوداني له شنو؟ في شنو بالضبط؟ تسببت في اذى انسان عزيز يا حاج. من وينه؟ قريبك؟ لا 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 هو ما اي خالد، انا قبل كده سالتك عندك اهل هنا؟ قلت لي لا، نكرتك. قول الحقيقه يا خالد، عندك اهل في البلد دي؟ لا لا لا, لا يا حاج، انا هنا ما عندي اهل. أهلك وين؟ أهلي من الشمالية. يعني برضك ما داير تقول لي الحقيقة، أنت لسه بتدس علي يا حاج. ما له داعي، ما وقته ما وقته. زولك ده هسه حالته كيف؟ ما عارف، خايف يكون دعوك شديد. لما اتعطلت وما جيت المغرب قلت أجي أشوفك حاصل شنو؟ أنا من امبارح في حالة صعبة جدا. قعادك ده ذاته بيزيد من حالتك وبيتعبك زيادة. قوم يلا المغرب، قوم يا راح معاي على الاقل تفرج شويه، قوم يا اخي. طيب. خذها. الحمد لله على السلامه يا عادل. الله يسلمك يا هدى. ليه تعمل فيني كده يا عادل؟ حرام عليك، أنا ما عارفة اللي حصل لي شنو، يا دوب قدرت أتحرك. معلش يا هدى، غصبا عني. ما عارفة اللي حصل لي شنو، لقيت نفسي في السرير بصورة ما يعلم بها إلا الله. خايت ومريت بتجربة مريرة يا عادل. شفقت علي مش كده؟ أنت الزول ده منو؟ جريت بوراه بصورة ما عادية. كنت عايز احصل يا هدى، كان لازم احصله. انت الزول ده منو؟ ما تقول لي ده يا هو خليل كنت بفتش فيه يا هدى. بس انت متأكد؟ متأكد ايوه، بس لكن ده شكله ما ظريف، نظراته مخيفة. مسكين يا هدى، بيعاني من الوحدة والتشرد. لكن باين عليه بريدك يا عادل. في شي بشدني له يا هدى، في إحساس دايما بشدني له، في ارتباط بينه وبينه ما قادر أفهم، لكن يا خسارة ما حصلته. هدى هنا؟ أهلا بك. الله يسلمك. لا تزعل المطاب كده، ما دام الطبيب المعالج وصل. اهي يا دكتوره طمنينا هيطلع 200. لا الدكتور جاي يومين كده ويطلع والله، يعني كسر بسيط وشويه رضوخ. عادل جبت لك الجرايد. لا يلا نطلع نخليك تحت. ايوه يعني البضاعة زي ما اتفقنا. ايوه لا 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 لا, لا اصلا ما انا ما بتنازل، يعني نحن حنزل من بدري، يعني الكلام ده انا بقبله. ايوه نعم. كل الرئيس قال عايزك ضروري جدا تجيب في الزريبه، الزريبه اللي ما بتغبها. طيب حاضر علم. السلام. رسلت لي ليش يا ريس؟ ضبه. مصيبتي يا ضبه، أنا ما بقدر أجرك أمرقك برا قلبي. يا ريس أنا بسألك رسلت لي لشنو؟ روق المانجا يا أخي، أقعد ارتاح أتوهب. طيب عايزني ليه يا ريس؟ كتر خيرك، لمن مرسالي جاك جيتني ما تأخرت. داير أتكلم معك كلمتين من كلامنا بتاع زمان، ألا لا فيه لف ولا فيه دوران، لا فيه مدسة ولا فيه تغدغد. يا ريس ما تلف وتدور، خش في الموضوع طوالي. واحد تاجر في السوق مأجر له دكان من جماعة عايزين يهدوا المكان يبنوا فيه عمارة كبيرة. طيب أبا يمرق لهم، شيل دق في إيدك في كراعك، طلب خلو رجل. وصلوا 10 مليون جنيه. تصدق 10 مليون جنيه. والمطلوب يا ري؟ الراجل شال القروش دي ومشى بها بيته، ساكن له في حي شعبي غلبان كده. نعم. ما في زول بيشوفه يصدق انه الزول الكحيان ده عنده 10 مليون جنيه، لكن احنا عرفنا الخبر جانا وهو سراقد مطمن وقايل ما في زول عارفه. وخدمتك اللي بتقصدها دي شنو؟ تلمني في ال10 مليون جنيه دي يا اخي. ايوه وبعدين؟ بعدين يا اخي خدمة بطلبها منك طلب، اخوك كبر وما بيقدر على المداقشة تاني، داير اخدت لي قرشين لليوم الاسود. اها قلت شنو يعني؟ لا لا يا ريس كده. طيب خليك عارف انه انا الريس وكلمتي ماشية وايدي لاحقة. الحمد لله على السلامة. سلامة كبيرة والله يا عوض. الحقيقة أنا انزعجت والله في الأول، لكن حسيت الحمد لله اطمأنيت عليهم. لا الحمد لله. وحتمرقوهم تاني؟ حيمرق بالكثير بعد بكرة يا عوض يا أخوي. أحسن حاجة، لأنه في البيت بياخد راحته وما محتاج لعلاج، بعدين هو الجبس حيفكوه في المواعيد المحددة. والزول الصدمه حصل له شيء؟ الحقيقة احنا تنازلنا عن القضية وعافيناه. الراجل ما كان غلطان يا أبوي، أنا اللي قطعت الشارع بطريقة مفاجئة. الزول ده معذور. حصل خير. ها وانت اخبارك ايه؟ ما سامعين حاجه الايام دي. مريم هاي ما تقومي يا بنت امي ترتاحي انت بعد ما كفاك، والله تعبتي. هيا بنت امي راح وين تاني بعد عاد؟ والله انا ما برتاح الا يقوم واشوفه قد قدام عيني شديد. احليلك يا مريم يا اختي، ان شاء الله يا بنت امي قاملوك في سامحوا في حقتك. ما ولدي يا خالتي عادل ما هو كويس، قومي راح انا بوصلك معاي. اصله ما فايتاه شيء، امشوا انتوا الاثنين وخلوني انا معاهم. اها ربنا يواليهم بالعافيه. الله يعافيك. مع السلامه يا عادل. ايوه يا مريم راح يا اختي ان شاء الله برا. رشا اقفل يا اخوك تنور والحقينا. لو تسمح يا ابن العم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل يا أخي. شكرا جزيلا، بس داير أسأل سؤال كده. نعم ده البيت بتاع عمك يوسف رضوان اللي عنده مغلق في السوق؟ هاي هو ذاته. يا أخي كنت داير أعرف يعني البيت ده لسه مسكون ولا فاضي، لأنه داير أجره كده. والله فيه راجل ساكن يا أخي. راجل؟ هاي الراجل داك لسه ساكن فيه؟ الراجل منو تقصده؟ حاجة غريبة جدا، في راجل كده شغال مع عمك يوسف رضوان. هاي بس يا هو ذاته. يا اخي نحن ما كلمنا عمك يوسف ده وقلنا له يا اخي الراجل ده طفشه من هنا تخارج منه قبال ما يجيب لك مصيبه في الحي ده يا اخي. مصيبه؟ اي مصيبه شنو يا اخو؟ انت الزول ده ما بتعرفه ولا شنو؟ والله بعرفه يا اخي، ده خالد اسماعيل راجل ممتاز جدا يعني. خالد اسماعيل شنو يا اخي ده بمثل عليكم، ده اسمه ضبه، ما بتعرف ضبه؟ والله ما سمعتها في الضبة. ضبة المجرم يا اخي، ضبة بتاع الكتيل بتاع الحاجات اللي طلعوه في الجريدة. ضبة ضبة والله سمعتها فيها المجرم ده. لا لا ما معقول ده يكون ضبة يا اخي. انتوا والله خلي بالك ناس الحيدل بالمناسبة ناس بسطة جدا يا اخي. ده ضبة، انا دايرك تكلم عم يوسف ده ضبة وحيعمل فيه حاجة وانا كلمته بالمناسبة. وانت خليكم براكم لحد ما يقع الفاس في الراس عن اذنك. ضبة؟ الله السلامة يا ولي. الحمد لله بسيطة، الحمد لله رب العالمين. منو؟ أنت منو؟ الحمد لله السلامة، الحمد لله السلامة يا ولي. خالي؟ يا سليمة استريح. أنا كويس. استريح طيب. أنا كويس يا خالي. طيب استريح. أنا كويس مستريح. استريح. أنا عايز أتكلم معاك يا خالي. طيب كويس كويس. خلاص اسمعني مرة واحدة بس. الناس جايين. أنا بمشي. خلاص اسمعني خالي. بمشي. خالي أنا عايز أتكلم معاك. بمشي. خالي تعالى كيف؟ خالي. خالي. سجميع علي يا ولد قول بسم الله الرحمن الرحيم. خالي ما لا يكون طالع. خالي منو؟ خالي ما لا يكون طالع. بس يا ولد قول بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمي خالي كان قاعد معي ناس. لا إله إلا الله يا ولدي ما في زول. يا خالة حصليه قبل ما يطلع حصليه. حصل منو يا ولد؟ أمي عليكم الله حصلوه. اسمعوني نحن قاعدين في خشم باب الأوضة. اسمعوني أنتوا كان معايا هسه هنا حصلوه. يا ولد قول بسم الله الرحمن الرحيم. إخوانكم كون طلع ماشي خلاص حصلوه يا جماعة. قول بسم الله يا ولد. عادي يا ولد قول بسم الله الرحمن الرحيم. كان يرقد بسم الله. أرقد يا ولدي الله يرضى عليك أرقد. أرقد. أرقد ونحن هذه قاعدين جنبك. والله هذه قاعدين. من هنا ما ماشي. حارسينك يا ولد. انت يا خالد يا ابني ما ترفع الكلفه بيناتنا وامره قد في قلبك يا حاج. ما في شيء. لكن لا في انا لي يومين ملاحظك مهموم وسارح طوالي، اكيد في حاجه. وريني بس الحاصل شنو، كلمني اعتبرني زي اخوك الكبير، وريني بالضبط الحاصل عليك شنو. ما في حاجه يا حاج وما في حاجه، انا بدي سامعنا كله يا حاج. لا في يعني ما قدرت اتكلم، ما قدرت اقول يعني. يا حاج اقول شنو؟ لو في حاجه انا بقولها لك طوالي. انا سالتك انت عندك اهل هنا في العاصمه؟ يا حاج انا ما قلت لك ما عندي اهل هنا، اهالي في الاغاليم. برضه ما داير تتكلم. طيب معلش خليتك يا خالد على كيفك، انا ما بجبرك، علي راحتك. الرسول جاك؟ شفته بعينك يا عادل؟ اي جاني يا خاله، زارني. حالته كيف؟ صحته كيف؟ باين عليه تعبان يا خاله، تعبان شديد. كره علي، كره علي يا ولد امي، يتبشتم في الدنيا دي وانا قاعده عاين كده. قال لك شنو؟ ساني من صحتي وبعد ذاك مشى. حي يا ولد امي، حي يا ولد امي، حالتك تعذبني وتجنني يا اخوي. حي يا ولد امي، شبقان عليك. حالتك كيف من الرسول؟ باين عليه تعبان يا خاله، عيونه فيهم حزن غريب يا خالة، وكأنه بعاتب فينا، بس ما قعد كتير يا خالة، مشى طوالي. كر علي يا ولد أمي، كر علي يا أخوي، كر علي، تحدم تاني يا إخواني، تحدم تاني. مش هتكلم جد يا عمر؟ كيف ما بتكلم جد يا عم احمد؟ الزول ده قابلني وقال لي يا هو ذاته ضبه. لا 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 ما اظن يا حاج وش يعمل فينا كده؟ يجيب لنا مجرم زي ده ويقعد وسطنا؟ ما بتحصل. خلاص امشي اشاور الناس؟ لا الناس خليهم، دلوقتي من دربنا ده على حاج يوسف في بيته، ان طلع الزول ده يا هو ضبه لينا معاه كلام كثير. أرح. ايوه يا هو، ايوه هو ذاته، لكن تاب، باب التوبة فاتح يا جماعة. بصراحة كده يا حاج يوسف اتلومت فينا وغلطت لك غلطة كبيرة، يا حاج احمد كده اسمعني. اسمع لك شنو يا اخي؟ تجيب لنا مجرم زي ده تذكر لنا وسط عوايلنا يا اخي؟ يا اخوانا ما تفهموني غلط. شاورنا يا اخي وخذ راينا، لكنهم غمضت كده لا. كده يا عم احمد نسمع كلام عم يوسف. يا حاج احمد يا جماعه انا والله قصدي عمل الخير، انا عارفكم وناس الحله وكلكم والله فوق عيني وراسي، لكن والله ما قصدت الا عمل الخير، انت عارفني يا حاج احمد. تقول لي تاب؟ تقول لي تاب؟ الراجل تاب وربنا غفور رحيم. اسمع يا دكتور عمر قال تاب، منو اللي بيتوب؟ ضبع؟ قال يتوب قال. ربنا غفور رحيم يا حاج احمد. فعلا فعلا. وفي الاخر انا ما قصدت يعني انه انا ازعجكم ولا اجيب لكم مضره، انا قاصد عمل الخير بس والله. لا يا اخي كتر خيرك، خيرك واصل وما قصرت مننا تب. بنيت لنا يا اخي المركز الصحي، استغفر الله، وساهمت فوق الجامع، وبنيت لنا الخلوه براكه كذي، وبنيت لنا الزاويه، ما قصر. وهو الدكتور عمر قاعد فوق المركز الصحي صباح وليل، صح ولا ما صح؟ نعم نعم. أيوة. الواحد ما قاصد الا عمل الخير يا اخواننا. هالساعه دي خلاص معليش سامحوني فيها، امسحوها لي في وجهي. عفو، سلامة وشك يا اخي. خلاص ما تزعل مننا يا اخي. الزول ده الليله دي قبال باكر، انا بسوقه منكم. وانت كدي؟ اي بس في حاجه واحده، زول يعرف ما في، الكلام ده بيناتنا نحن هنا، ندفنه قبله. اطمئن. طيب شفت كيف انت عالسوقه وزول بيعرف ما في، لكن شنو؟ من غير حركه. ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا اشرب. غالي ارجع تعال. غالي ما تمشي. غالي يا خالد. خالد الله العظيم. يلا يا خالد. اهلا يا حاج. يلا كيف حالك؟ وين يا حاج؟ والله شيل حاجاتك دي يلا وحتسكن معي هناك. اي لكن يا حاج انا ما قاعد كويس هنا. لا 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 انا هناك عندي اوضه مطرفه ومفصوله بحيطه وبمنافعه كامله، قلت احسن تسكن هناك جنبي. ايوه لكن يعني الحقيقه يعني معليش معليش انا عارف انت هنا مرتاح، لكن انا كمان ما مرتاح، أنا ذاته ما برتاح لما أنت تكون بعيد مني، قلت أحسن تجي جنبي هناك أنا قلبي يرتاح، وقت ما ألقاك، يلا بس أنت بطل الحجية يلا لم حاجاتك يلا، بس الله يرضى عليك هاي، ما في داعي للمناقشة، لم حاجاتك دي كلها. خير إن شاء الله. يلا. أيوه معاك هاي. لا كويس خالص. أسمع أنت ما تجينا في البيت. الله؟ فيها شنو يا معقدة؟ يا زلمة زميلته عادي. هاي؟ خلاص يا ستي نشوفك. قول في القلوب ده في زول بيعرفه يعني. طيب يا ماما مع السلامة. بلغت يا خالتي، يعني ايه اللي عادي اللي تصدم حتى نشوفك كل يوم؟ انت يا بنت تقالي الناس دول كلهم فاضيين كده ما عندهم اي شغلة، كل مرة يجيكم ويسألوا منكم ها؟ كده اقول لي انت كنت بتنضمي مع منو؟ مع البت السمحه دي كانت جايه زارد عادل في الاستباليه يا هزاتي يا خالتي مش حلوه عليك الله؟ قالت يا يما سمحت البنوت ليه حدهن؟ ظريفه ودمها خفيف وليها نوره. هي لكن شكرتيها ما خليتي لها حاجه. كان ما عجبتك ما كان قلت فيها كده. الحق لله عادي يا بنتي قاطعه الكلام ما فيها قول، انا عينت لها من فوق لتحت من شعرها لضفرها. اي والله ما تبره. ايوه عاد حاجه تمام التمام. عجبتك؟ اي والله عجبتني ما فيها قول كله كله. الا قولي لي عادل اخوك خالتي باله عليها ما كدي؟ والله يعني حاجه زي دي كده. لا انا عارفه تتوسوسن وتتنسنسن بتقولن في شنو انت الاثنين ها؟ ما قلنا شيء لكن بدور ازعلك. اي البنيه الجات شافت عادي في الاسبيتالي عشان نقولك فيها. والله قعد قطع الجول بالتمام. انا كنت كيف ايه مع زميلة عادي بنت جايه شنو محاميه معاه في المكتب مش يسيمه هدى يا رشا. بعدين بالمناسبه الكلام ده ما ممكن يكون ساكت، لازم يكون الكلام ده وراه كلام. قولي يا مريم يا اختي. يا اختي بنزل ساكت ما نزل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يخليك. الحمد لله. الله يكرمك. إن شاء الله كويس. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله جبتوا الكاش. الحقيقة حاج يوسف مديني الشيك ده. شيك؟ لا، أنا حالف ما أستلم شيك. أنا موضوع الشيكات دي انضربت فيها كثير في السوق، وانقرضت من الشيكات دي، علي الطلاق أنا ما بقبل شيك ثاني أبداً. هاي لكن الشيك ده ما من حاج يوسف. معليش، حتى لو كان من عم يوسف برضه قول لهم معليش أنا متأسف ما بتعامل الشيكات أبداً والله. القروش لازم تندفع كاش. الله، ما لقيت بدر كده. والله يا حاج يوسف الراجل حلف بالتقطعه، قال حالف من حكايه الشيكات دي كله الله. يا كاش ولا ما في طريقه قال. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين يا اخي دي عوجه كبيره خلاص والله يتلوم. ها؟ نعمل ايه ما عارفين والله. وبعدين البنك فضل له ربع ساعه ويقفل، يعني ما حنلحق. ما بتلحق. طيب ما في حل الا باكر الصباح ونحن جايين ناقش البنك. نعم. نصرف الشيك، انت تشيل الكاش تودي ليه وانا اجي افتح المغلق. باذن الله. امرا لله. يلا يا استاذ حاول بالراحه كده بدون خوف. طلع من الاوضه دي كفاك هنا. والله؟ حرك بسرعه. جدا يا رشا. لقيتي فرصه تكفيني اللي يا كيف؟ ما دي فرصه بالنسبه لك ذاتها تجي في العمر مره. بالراحة. هاي يا سيدي. لا خلاص. شاطر. يلا. كيف الله يا هدى؟ الحمد لله. والله يا بنتي كتر خيرك. قلت لك ايوه انتوا جنبكم في المكتب هناك ما في كافتيريا؟ ليه؟ عادي الولدي ده ما حصل جاء شبعان طوال يجي جعان يوقف لك الرشه دي عليه غضب الله. ولدي كفال. السلام عليكم. اهلا يا عادل، كيفك؟ ان شاء الله كويس. ليه قتلتي لي يا رجل جايبه؟ يا بنت عادل قاعد يقوم بالعكاكيل دي لا في البيت ده كله اصلا بيقعد. كيفك؟ الحمد لله. كيف انت يا سيدي؟ خير والله الحمد لله. كيف اخبار المكتب؟ فاقدينك بس والله. الله يخليك. عملت شنو في؟ اتفضل اشرب يا بنت. بشرب يا خاله. مسك الاستاذ بنفسه وحضر الجلسه. قضيت المستندات مسك الاستاذ بنفسه. دي اخبار كويسه جدا والله. لكن في واحد جه سال منك كده ما عرفت والله. ما اديته عنواني لك؟ اديته نمره التليفون لكن ما عارفه جاك ولا ما جاك. وباقي الشغل ماشي كيف؟ حلو شديد. خذ اذنك دقايق. ماشي وين يا رشا؟ لا بجي بس دقايق. خليني من اخبار الشغل والمكتب. انت عامله كيف؟ كويس. ما يغيب من عينك لحظة، تباري محل ما يمشي تبقى له زي ضله في خطراته. لما نشوف اخرتنا معاه وشنو يا ريس. انا مما قلت لي اتابعه، انا متابعه خطوة خطوة، ما غاب من عيني. حتى بعد ما رحل من البيت انا برضه وراه. تمشي سوق الرقش حقتي دي بتساعدك اوعى تخليه. بجيب لك خبره انا يا ريس. نوم قفا. تفضل. عد الفقر سنة. واحد Lebanon. هنا ونص ثلاثة. ثلاثة ونص. كذا أربعة. كم؟ 4 مليون. 4 مليون. 4 مليون تام جدا. بتقول شنو يا كرناف؟ شوف عيني يا ريس، قروش قروش تجي ملايين الجنيهات، ضبوا بتاع المغلق صرفوها من البنك. ومشوا بيها وين؟ السوق، أنا مشيت وراهم، وصلوا السوق، يوم دكان المغلق وقفوا، كان قافل، أخذوا لهم زمن كده، بعد ذاك شالوها ومشوا بيها البيت. أنا القروش دي عايزة الليلة، هنا وبأي طريقة. حي يوسف والله العظيم انا حكايه القروش دي في البيت ما مطمناني ابدا يا خالد. يا ابني ما تبقى شفقان ساكت، بعدين دي ما اول مره انا اشيل فيها قروش في البيت، يا ما شلت ملايين قبل كده وما حصلت اي حاجه. طيب اطمئن. طيب يا حاج حافظ عليها، بس بحافظ عليها عشان انت تطمئن وبالك يرتاح. لما نرجع البيت حاكفلها في الاوضه الكبيره مامنه، اكفلها بالطبله المسوجره. اطمئن ان شاء الله ما تحصل عوض. ان شاء الله باذن الله. شفتها؟ ايوه كده. ايوه اكفل كويس يا حاج، اكفل كويس. بعد كده انا ارتحت والله العظيم يا حاج. انا ما برتاح الا حسبه ده يستلم قروشه والله العظيم. خالد خليك من الاوهام دي يا ابني. يا حاج. اها الحاج. ايوه الغدا جاهز. يلا نتغدى. يلا نتغدى. توكل على الله. كويس جميل. الحمد لله. تمشي تسوق عرقله. ايوه. وتنط الحيطه. ايوه. باي طريقه. ايوه. القروش دي انا دايره عندي هنا الليله. زي ما بتقول يا ريس، بايقوك قرقروك، الليله دي المال حيكون معك هنا. تشوفوا اللوط. ايوه. المطرفه. ايوه. الاكفال الكبار دي بكون فيها البلاوي. طيب هنثبت لك انه معاك رجال يا ريس، اطمئن. كرناف. ايوه أحذرك، اوعد هذا زول اقل غلطه تمنى غالي. معقوله نحن تلاميذك يا ريس، تصبح على خير. باي هو كركروك. هو كركروك. أي صوت في الأوضة الثانية بيننا. صوت شنو كمان؟ في زول دخل البيت. سامحي الحاج، صحي سعد وبارك لخالد معاك. ما أتأكد في الأول يمكن ما في أحد. لا 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 الحاج، سيب ولدك معاك وبارك لخالد، يمكن الحراف يضربك بنصيبك. الحاج قوم يا ولدي، قوم يا سعد قبل ما تحصل نصيبك.